انت برضو يا محمد بتختار الادوار الصعبه، يعني انا عمري ما شفت لك دور كده سهل كده او دور عادي، دايما ادوارك مختلفه، وانا عارفه ان انت بيجي لك ادوار كتيره وبتعتذر عنها. هل انت قاصد ان انت تعمل شخصيه فيها تركيبه، ما تبقاش الشخصيه العاديه اللي ممكن نشوفها في الشارع مثلا؟ انا بس مشكلتي حاجه واحده، ان انا ابقى موجود في اللاين الرئيسي في الدراما، الحكايه الحدوته، لو انا من ضمن الحدوته انا موافق، مش من ضمن الحدوته ما حدش يكلمني. يعني ايه؟ يعني احنا بنتكلم مثلا عن هادي ابو المكارم، انتيمو اياد، فده دور بطوله. ليه لو هنروح مثلا نيلي كريم، اختفاء نادر دور بطوله، هو اصلا اللي بيختفي بالظبط زي الشمس، يمكن ما كانش الحجم كبير في الدور. أيوة، بس انت عملت، بس كان دور مهم وفي اللاين الرئيسي في الخط الدرامي الرئيسي مع فريده ومع نور، فما رفضتش حتى لو اربع مشاهد طالما في الدرامي انا في الحدوته، زي ما حد يحكي لك حدوته او حد يحكي لك حكايه حصلت في شارعهم فيقول لك في ثلاث شخصيات فكده، فانت عايزه تعرفي الثلاث شخصيات دول عملوا ايه، هو عايز يروح يشرب ميه ولا حاجه، عايزه ها 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 كملي بقى، وخالد عمل ايه بقى. فعلا لازم ابقى من ضمن دول، من الابطال الرئيسيين. مش من دول مش هيبقى، مش هيفيدني حاجه، هياخد مجهود بس. طب انت عارف زي الشمس في ناس في حلقات معينه افتكرت ان انت اللي قتلت فريده، صح؟ فعلا مسكوني في السوبر ماركت اكيد في الشارع بسكوك، ان الناس كلها عايزه تعرف من 11 سنه لحد 60. والله يا ابني شكلك انت حبيبي، شكلك انت شكلك اللي انت عملت كده، وانا بقول لا بس بنتي بتقول، فالموضوع كان دي متعه، ما هي دي متعه اللي احنا نعمل عمل الناس تشوفه، يعني بجد دي احنا محظوظين جدا جدا، ده ما يقللش من اي مسلسل كان موجود في رمضان، لان انا نفسي اشتغلت في رمضان قبل كده ومحدش شافه، يعني هي هتقول لي مسلسل ايه؟ نسبه حظ، يعني انا عملت مثلا سر علني ده كان في رمضان، انا وغاده عادل واحمد فهمي واياد نصار، انا كاني ما اشتغلتش.